أعلنت السلطات في أذربيجان ارتفاع أعداد ضحايا القصف الصاروخي الأرميني على مدينة غنجة إلى 14 مدنيا وإصابة العشرات. هذا وشيع سكان المدينة ضحايا القصف الذي ينسف المساعي الدولية المتواصلة للتهدئة بين طرفي النزاع إثر اندلاع المعارك نهاية الشهر الماضي. مفادنا عدنان جان زار المنطقة التي تعرضت للقصف ورصد لنا الصورة منها. نحن نتواجد في مدينة غنجة، ثاني أكبر المدن الأذربيجانية بعد العاصمة باكو. نقف فوق ركام المنازل التي دمرها سقوط صاروخ من طراز كود. هنا بعض قطع الصاروخ التي دمرت هذا الحي السكني بالكامل. عمليات الإنقاذ هنا في هذا المكان ما زالت متواصلة. فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثث القتلى الذين ما زالت تتواجد تحت هذا الركام. منذ ساعات الصباح الأولى تم انتشال أكثر من 13 جثة من هذا المكان، بالإضافة إلى أكثر من 45 مصابا تم نقلهم إلى المشافي القريبة من هذا المكان. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وفي أول رد فعل على هذا الحادث قال بأن بلاده لن تستهدف بأي شكل من الأشكال المدنيين الأرمن، لكن الجيش الأذربيجاني سوف يرد على هذا الهجوم في الميدان. أيضا وزير الخارجية الأذربيجاني اعتبر هذا الحادث بمثابة جريمة حرب وطالب المجتمع الدولي بضرورة محاسبة جميع المسؤولين الأرمن السياسيين والعسكريين الذين أعطوا الأوامر بتنفيذ هذا الهجوم. عدنان جان، العربي، من مدينة غنجة، أذربيجان. وكما ذكر مفادنا في أول رد فعل من أذربيجان توعد الرئيس إلهام علييف يريفان بالانتقام وبالرد في ميدان القتال. شدد علييف على أن هجمات الجيش الأرميني التي وسطها بالغادرة على المدنيين لن تكسر إرادة شعبه. إن هجمات أرمينيا الجبانة على المدنيين لن تقوض عزيمة الشعب الأذربيجاني. نحن لن نقوم أبدا باستهداف المدنيين الأرمن. نحن نقوم بالرد عليهم في ميدان القتال. لقد تمت السيطرة على مدينة فضولي وعدد من المناطق المحيطة بها، وتم رفع العلم الأذربيجاني هناك. من جانب آخر، أفاد مراسل العربي بإسقاط أرمينيا 3 طائرات أذربيجانية مسيرة كانت تحاول تنفيذ غارات على أهداف في الأراضي الأرمينية. كما لفت يريفان استهداف قواتها مدينة غنجة، فيما شددت اتهاماتها لأذربيجان بقصف مناطق سكنية في عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ. وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة للحوار إذا كانت المفاوضات متعلقة حصرا بقضية إقليم ناغورني كاراباخ. لكن تركيا ناسفت الحوار لتحقيق أهدافها بإرساء نفوذ لها في المنطقة على حد تعبيره. معنا من غنجة مفادنا عدنان جان، ومعنا كذلك من يريفان مفادنا صابر أيوب. عدنان، ربما الهدنة أو وقف إطلاق نار أو الحوار دفنوا جميعا تحت ركام المبنى اليوم في غنجة. بالفعل، ولم يعد هناك أي حديث عن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها في موسكو. اليوم كان هناك غضب شديد هنا في أذربيجان جراء القصف الذي استهدف أحياء سكنية في مدينة غنجة وراح ضحيتها 14 قتيلا بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 55 إصابة في صفوف المدنيين. طبعا زار المكان هنا في مدينة غنجة نائب الرئيس الأذربيجاني حكمة حجيف الذي أدلى ببعض التصريحات من مكان وقوع الصاروخ الأرميني. قال بأن أرمينيا تمارس إرهاب الدولة بحق المدنيين من خلال لجوئها إلى قصف المناطق السكنية في مدينة غنجة بالصواريخ. هذه هي المرة الثانية التي يتم استهداف هذه المدينة بالصواريخ، صواريخ سكود على وجه التحديد. وبالتالي أذربيجان تقول بأن هذا الاستهداف هو وجه آخر من وجوه لجوء أرمينيا إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية من أجل ربما توسيع دائرة الاشتباكات. وهنا أيضا يتم الحديث من أن أرمينيا
أرمينيا بسبب تكبدها خسائر كبيرة في جبهات القتال. هي تقوم باستهداف المدنيين بالصواريخ بعيدة المدى في مدينة غنجة وعدد من المدن الأذربيجانية الأخرى. صبر أيوب في ريفان، على ما تستند ريفان في نفيها المتكرر لاستهداف العمق الأذربيجاني وحديثها اليوم عن استعدادها في الدخول في حوار في هذه الظروف؟ نعم، أرمينيا تستند في هذه في ادعائها بأنها لم تقصف الأراضي الأرمينية، بأن الأعمال الجارية الآن الأعمال الحربية العسكرية تجري فقط في إقليم كارباخ، والنزاع حول إقليم كارباخ، وأرمينيا لا تطلق أي صواريخ ولا قذائف من الأراضي الأرمينية تجاه البلدات الأذربيجانية، البلدات والمدن الأذربيجانية. أرمينيا تريد، أو كما صرح رئيس الوزراء، لا تريد لنطاق هذه الحرب أن يتوسع ويخرج عن دائرة إقليم كارباخ، خاصة وأن كما هو معروف أرمينيا مرتبطة باتفاقية الدفاع مع روسيا، وإن توسع هذا النزاع ربما على روسيا أيضا أن تتدخل تنفيذا لاتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة غداة انهيار الاتحاد السوفيتي بين أرمينيا وست دول أخرى. أما فيما يتعلق بالحوار، صحيح نيكول باشينيان صرح اليوم بأن أرمينيا كانت مستعدة إلى الحوار حول ما يجري في إقليم ناغورني كاراباخ، لكن تدخل تركيا هو من أفسد هذا الحوار، وبالتالي فإنه لا مجال في شكرا جزيلا لك صابر أيوب من يريفان عذرا على المقاطعة، والشكر أيضا موصول لعدنان جان في مدينة غنجة الأذربيجانية.